أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول هذه السورة، لما ذكر ما يكون في يوم القيامة ويوم البعث من العذاب الواقع الذي ليس له دافع، وما يكون فيه الكفار من العذاب ودخول النار التي ليس لهم بها طاقة وليس لها مدفع، وأنه لا يجدي صبرهم عليها سواء صبروا أو لم يصبروا. ثم ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم
والمقام الكريم والبهجة والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، وأنهم يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنة، يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامة في هذا اليوم. لما ذكر ذلك كله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أيمضي في طريقك في الدعوة إلى الله ولا تلتفت لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصد الناس عن دعوتك، فإن هذا كيد لا يجديهم شيئا ولن يدفع الحق. فذكر أي ذكر الناس جميعا المؤمنين والكفار والعرب والعجم والجن والإنس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، ولهذا لم يذكر المذكر، ما قال ذكر العرب ذكر الإنس، بل عمم فقال فذكر، لأن تذكيره صلى الله عليه وسلم عام. وأيضا تذكيره للجيل الحاضر في وقته والأجيال الآتية من بعده إلى أن تقوم الساعة. ثم نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم اتهامات مغرضين، فقال: فما أنت بنعمة ربك، أي بمنه عليك وإحسانه إليك وإرساله لك، ما أنت بهذه النعمة بكاهن ولا مجنون. لأن الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رأي من الشياطين يسترق السمع ثم يخبر به الكهان، يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة قبل أن يدركه الشهاب فيلقيه عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن فيما يخبر به، لأنهم يقولون إنه كاهن، لأن عندهم كهنة يراجعونهم ويسألونهم، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن. كما أنه لما كان السحر متفشيا في عهد فرعون ظنوا أن موسى عليه السلام ساحر. فما أنت بنعمة ربك بكاهن، لأن الذي ينزل عليك هو جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل، والشياطين لا تقرب هذا، لا تقرب الوحي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون
إنهم عن السمع لمعزولون. فالذي يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إنما هو وحي من الله بواسطة الملك الأمين الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام شديد القوى، فلا تقربه الشياطين. لا كما يقولون إن هذا من جنس إخبار الكهان، بل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ولا مجنون، المجنون هو زائل العقل، لأنهم يقولون إن محمدا مجنون، بعضهم يقول مجنون الذي يأتي به من غير عقل هذيان، والبعض يقول إنه كاهن، والبعض يقول إنه ساحر، والبعض يقول إنه شاعر، اختلفت أقوالهم فيه، مما يدل على تخرصهم وأنهم ليسوا على شيء. ما أنت بنعمة ربك بكاهن، فالذي يأتيك ليس كهانة وإنما هو وحي من الله، والذي ينزل عليك ليس شيطانا وإنما هو جبريل عليه السلام الروح الأمين. وأنت أوفى الناس عقلا وحكمة، لا كما يقولون إنه مجنون. ثم بعضهم يقول شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، بعضهم يقول إنه شاعر وإن القرآن هذا شعر، إنه شعر. وهذا الرجل شاعر مثل امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة والشعراء، لأن القرآن فصيح وبليغ، وكلامه يأخذ الألباب، فشبهوه بالشعر، شبهوه بالشعر لأن الشعر له مكانة عندهم في البلاغة والفصاحة والتأثير على السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، والقرآن ليس بشاعر، وإنما هو كلام الله جل وعلا، ليس كلام شاعر بل هو كلام الله، لأن القرآن حق كله حق، وكلام الشعراء أكثر كذب، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هل الرسول كذلك؟ حاشا وكلا، فليس بشاعر. أم يقولون شاعر نتربص ننتظر به ريب المنون، ننتظر به الموت، يموت ونستريح منه، وصبروا عليه وبيموت ونستريح منه. طيب إذا مات عليه الصلاة والسلام هو سيموت، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لكن هل إذا مات تموت رسالته؟ يموت القرآن والسنة وما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، رسالته باقية وممتدة إلى أن تقوم الساعة. ولو مات عليه الصلاة والسلام، وإذا مات سيخلفه أصحابه والمؤمنون من بعده فيقومون بهذا الدين رغم أنوف الكفرة والملحدين، وقد حصل هذا ولله الحمد،
مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسالة حية وباقية لا تموت إلى آخر الدهر، لأن الله قد تكفل بحفظها، فلا تموت بموت من جاء بها، مثل ما تموت الأفكار والمذاهب تموت بموت أصحابها لأن باطل، وتموت مع أصحابها. أما هذا لأنه حق فإنه لا يموت بل يبقى، نتربص به ريب المنون أي الموت، المنون هو الموت، والريب هو القطع أي الموت القاطع لحياته حتى نستريح منه، ويظنون أنه إذا مات أنه تخمد دعوته وما جاء به، كما تخمد أفكار البشر والشعراء وغيرهم من يكون لهم رواج في مدة حياتهم ثم إذا ماتوا ينسون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى، لا ينسى إلى أبد الدهر عليه الصلاة والسلام، بل ينادى باسمه، والشهادة له بالرسالة 5 مرات في اليوم والليلة في مشارق الأرض ومغاربها بأعلى صوت، ويذكر ويشهد له بالرسالة في جميع الخطب عليه الصلاة والسلام، وفي الإقامة إقامة الصلاة كما قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. فهل انقطع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل انقطعت رسالته؟ كأنها أنزلت الآن غضة طرية، لم يؤثر عليها القدم، لأنها رسالة عامة باقية خالدة تتجدد بتجدد الأيام والليالي والسنين والدهور. فخاب ظنهم وبطل سعيهم في أنه إذا مات فإنها ستنقطع رسالته كما تنقطع الأفكار والمذاهب البشرية، بل إنهم قالوا إنه رجل أبتر ليس له ذرية، وإذا مات سينقطع ينسى. قال الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. فالأبتر هو صاحب الباطل، فهو الذي يبتره الله ويقطعه ويقطع ذكره. أما رسول الله فإنه ليس أبتر كما يقولون، وإن لم يكن له ذرية فما جاء به من الشريعة وما جاء به من الدعوة متصلة إلى أن تقوم الساعة. فهذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مهددا لهم: قل تربصوا، هذا أمر للتهديد، انتظروا إني معكم من المتربصين، أنتم تنتظرون موتي وأنا أنتظر موتكم وما يحل بكم، أنتم تنتظرون موتي وتزعمون أنه سينقطع ذكري ورسالتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من العقوبة والنكال، وأين الذي ينقطع ذكره بموته، أنا أو أنتم؟ تربصوا فإني معكم من المتربصين.
فنحن ننتظر ما يحل بالكفار، وهم ينتظرون ما يحل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبدعوة الإسلام، فالإسلام يبقى ويستمر ويدوم، ودعوة الكفار تنقطع وتذهب وتبطل ويموتون وينقطع ذكرهم، بل يتبعهم الذم كل ما ذكروا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الثناء والمدح والصلاة والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وتربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم قال الله جل وعلا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ عقولهم، العقول، هل تأمرهم بما يقولون إن محمد إنه كاهن أو مجنون أو شاعر؟ هل هذا يقوله عاقل؟ ما يقوله عاقل، ولو كان كافرا ما يقول هذا، الذي معه عقله لا يقول هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة. فالعقول السليمة والفطر تشهد أن ما جاء به هو الحق وأنه ليس من عنده وليس شعرا ولا كهانة ولا جنونا، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. تأمرهم أحلامهم بهذا؟ عقولهم أبدا، العقول السليمة لا تأمر بهذا، فدل على أنهم ليس لهم عقول، أو أن لهم عقول لكنهم يريدون الكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون فيه ما يخالف العقول، وهم يعرفون أنه رسول الله. قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يقولون هذا جحودا وعنادا، وإلا فهم يعلمون، وهم عقلاء وعرب فصحى يعلمون أن القرآن ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، يعرفون الكهانة ويعرفون السحر ويعرفون الشعر. القرآن ما يشابه هذه الأشياء كلها. تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هذا هو الصحيح، أنهم قوم طاغون، والطغيان مجاوزة الحد، فهم متجاوزون للحد، متجاوزون لما تقوله العقول السليمة. طاغون، والذي حملهم على هذا هو الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الانتقام والسخرية والكذب، وهذا لا يجدي عليهم شيئا، لا يجدي عليهم شيئا أبدا. أم يقولون تقوله عن القرآن قاله محمد؟ إن كان قاله محمد هو بشر مثلكم، أنتم قولوا مثله، هل يأتوا بحديث مثله؟ ما دام أنه قول بشر أنتم بشر، هو عربي وأنتم عرب، يلا هاتوا مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القرآن تكلم به وليس هو كلام الله. هذا تعجيز لهم، وهم أعدى ما يكونون للرسول وللقرآن، ومع هذا ما جاءوا بشيء يشابه القرآن، عجزوا. فدل على أنه كلام الله لا كلام البشر، فليأتوا بحديث مثله.
إن كانوا صادقين فيما يقولون. والله نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عنده. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لعاجله الله بالعقوبة، لأن الذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهله. فلو أن الرسول وحاشا تقول على الله لعاجله الله بالهلاك والعقوبة ولم يمهله يقول عليه ويتقول عليه ويكذب عليه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فدل على أنهم غير صادقين، لأن الله تحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة مثل أقصر سورة من القرآن. لم يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو إنا أعطيناك الكوثر، لم يستطيعوا أبدا. فدل على أن القرآن ليس من كلام الرسول، وإنما هو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر. ثم قال جل وعلا مذكرا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول. الرسول دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ هل أنهم وجدوا على هذه الأرض من غير خالق؟ هذا لا يقوله عاقل، أنهم وجدوا من غير خالق. فكل محدث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل عمل لا بد له من عامل. فلا يوجد الأثر بدون مؤثر أبدا، هذا لا يقوله عاقل. هم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أبدا، أم هم الخالقون؟ إذا قالوا إنهم وجدوا بخالق، إذن من هو الذي خلقهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم وأوجدوا أنفسهم؟ أم هم الخالقون؟ هل خلقوا أنفسهم؟ لا، ما يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبدا، مهما شيء يوجد نفسه أبدا. وإنما كل موجود لا بد له من موجد غيره، فلا شيء في هذا الكون يوجد نفسه. كيف يوجد نفسه وهو عدم؟ هل العدم يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. فكل موجود لا بد له من موجد. أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم فهل هم خلقوا السماوات والأرض؟ هل خلقوا غيرهم؟ لا، ما ادعى أحد من الطواغيت والجبابرة والمشركين أنه خلق شجرة من الأشجار أو نهرا من الأنهار أو أنه أوجد ذرة في هذا الكون. تحداهم الله أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجمع صناع العالم والأطباء والفلاسفة والمفكرين على أن يخلقوا ذبابا ما يستطيعون. يصنعون الطائرات والنفاثات والصواريخ والمعدات، لكن الذباب أصغر شيء. اللي يصنع الطائرة ويصنع يعجز يخلق ذباب.
لأن هذا خلق الله جل وعلا ما أحد يشاركه فيه أبدا، لا أحد يشارك الله. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذا كان الله هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فالذي لا يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد. فجميع الآلهة التي يعبدونها باطلة لأنها لا تخلق شيئا، بل هي لم تخلق نفسها. جاء جبير بن مطعم وكان كافرا، جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر يريد فكاك الأسرى الذين أسرهم المسلمون من أهل مكة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير، مع أنه كافر ذاك الوقت، كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات المحيرة الملزمة المفحمة، تحير وكاد قلبه أن يطير. ثم من الله عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من بلاغتها وفصاحتها وإفحامها للخصوم، لأنه عربي فصيح. أم خلق السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض لرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض. هل واحد منهم ادعى أنه خلق جبل من الجبال أو شجرة من الأشجار أو أجرى نهرا أو بحرا؟ ما أحد استطاع أن يدعي هذا، فدل على انفراد الله بالخلق. وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالألوهية والعبادة، فهذا فيه إبطال الشرك من أصله. ثم قال جل وعلا: أم عندهم خزائن ربك، خزائن ربك المملوءة بالخيرات والأرزاق، يعني هم حسدوك على الرسالة، حسدوك على الرسالة والنبوة، هل هم يملكون خزائن الله ويريدون منع الإعطاء من الله عز وجل، يحجرون على الله جل وعلا، يحجرون عليه سبحانه وتعالى في عطائه لخلقه؟ أم عندهم خزائن ربك يمنعون الرسالة ويعطونها من يشاءون ومن يريدون؟ لا، خزائن الله بيده سبحانه وتعالى، لا أحد يملكها سواه أبدا، ولله خزائن السماوات والأرض كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. أم هم المسيطرون على الكون، يسيطرون على الكون ويدبرون فيه، أم الله جل وعلا هو المسيطر وهو المتصرف في الكون وهو المدبر له وحده؟ بلى. إذن لماذا يعترضون على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم
ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ هل يأتيهم الوحي؟ هل يصعدون إلى السماء بالسلم ويسمعون كلام الله أو كلام الملائكة؟ لا، ليسوا كذلك، هم عاجزون، هم عاجزون. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. إن قالوا نعم لنا سلم ونحن نصعد إلى السماء ونسمع الكلام ونأتي بالأخبار، أخبار الغيب، يطلب منهم أن يأتوا به بالخبر الصحيح، فليأتي مستمعهم بسلطان، أي بحجة مبين، بحجة صحيحة بينة، دل على أنهم لا، ليس لهم سلم يستمعون فيه، وأن الوحي من شأن الله عز وجل، هو الذي يرسل بالوحي إلى من يشاء من عباده، هو الذي يرسل بالأمر من يشاء من إلى من يشاء من عباده بواسطة الملائكة. لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك أنه يأتي بأخبار السماء أبدا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ما أتوا بشيء، فدل على عجزهم، انقطاعهم، وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله عز وجل. ثم قال أم له البنات ولكم البنون، هذا إنكار عليهم، لأنهم جعلوا لله البنات، يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، نسبوا له البنات، مع أنهم هم يكرهون البنات، يكرهون البنات، فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه. الله جل وعلا ليس له ولد، لا بنات ولا أبناء، تعالى الله عن ذلك، لم يلد ولم يولد، لكن هذا من باب الرد عليهم، من باب الرد عليهم وإبطال قولهم، وأنهم لا يحترمون الله ولا يجلونه، بحيث أنهم ينسبون إليه ما ينزهون أنفسهم عنه وهو البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يبقيه حيا، يبقي البنت حية، أم يدسه في التراب يدفنها حية تحت التراب حتى تموت؟ هذه عادتهم، وهو الوأد، وأد البنات، كراهية لهن، ومع هذا ينسبون هذا إلى الله. الله جل وعلا يقول أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون، فتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيجعلون الأولاد لهم والبنات لله عز وجل. هذا دليل على إغراقهم والعياذ بالله في الضلال، وأنهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا؟ اللي حملهم على معارضتك وعلى تكذيبك، هل لأنك تطلب منهم مال على تعليمك إياهم ودعوتك إياهم، فهم من مغرم مثقلون من الغرامات التي يدفعونها لك، هذا الذي حملهم، إنك تأخذ من أموالهم
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله محتسبا، ولا يريد منهم أجر، ولا يريد منهم طمعا دنيويا أبدا. إذا ما الذي حملهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل الشبهات التي يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت. أم لم تسألهم أجرا على دعوتك ورسالتك وتعليمك إياهم، فهم من مغرم غرامة يدفعونها لك، مثقلون مثقلون بالغرامة. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل لا يسألون أممهم أجرا، بل هم يتعبون ويتكلفون ويدعون ويعلمون الناس بدون أجر. هذا دليل على إخلاصهم، على إخلاصهم لله، وأنه لا يطلب الأجر حتى يتهم، قال أنه يدعو إلى الله ويعلم الناس من أجل أن يحصل على طمع. لا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب لله جل وعلا، قل إنما الغيب لله، لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لله عز وجل لا يعلمه إلا هو. أم عندهم الغيب فهم يكتبون منه ما يريدون؟ أبدا، ليس عندهم ولا يعلمون الغيب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إن الله يطلعه على ما شاء من الغيب لأجل الدعوة إلى الله وإقامة الحجة. أم يريدون كيدا؟ هذا هو الواقع، أنهم يريدون الكيد والمكر والبهرجة، لأنها كلها الأمور التي ذكرت ليست عندهم. إذن ما بقي إلا الكيد، الكيد الباطل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين كفروا هم المكيدون، الله يكيدهم سبحانه، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كاد المؤمنين، كاد الرسول وكاد المؤمنين، أراد بهم كيدا ومكرا، فإن الله يكيده ويمكر به، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله جزاء لهم، والله خير الماكرين. فالذين كفروا هم المكيدون، ينتظرون ما يحل بهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ليس هناك إله حقا، هناك آلهة لكنها باطلة، لكن لله الحق هو الله جل وعلا وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فليس لهم إله غير الله جل وعلا، إذن أين يذهبون وين يفرون؟ الله هو إلههم وإله جميع الخلق، كيف يتكبرون على رسوله ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه ليس لهم إله إلا الله جل وعلا؟ ثم قال: سبحان الله عما يشركون. هم يشركون بالله مع أنه ليس لهم إله غير الله، هذا من العجب، هم يعلمون أنه ليس لهم إله غير الله ومع هذا يشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه
إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهم يعترفون أنه ما هناك إله ولا رب إلا الله ومع هذا يشركون به من ليس بإله ولا معبود إلا بالباطل. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشركاء وعن الشرك سبحان الله أي تنزيها لله عما يشركون. ثم قال جل وعلا مبينا أنهم لا يصدقون بشيء لا يصدقون بشيء ولو رأوه بأعينهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني لو رأوا السماوات تتقطع وتنزل عليهم ما اعترفوا بل قالوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب هذا سحاب يمطر هذا في خير لنا ما يقولون هذا عذاب لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإن يروا كسفا أي جزءا وشقا من السماء ساقطا يرونه بأعينهم يقولون هذا سحاب لأن قلوبهم ميتة لا تتعظ ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. كما قال عن عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا الريح العقيم عارض مستقبل أوديتهم ظلمة والعياذ بالله قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا سحاب لأنهم كانوا مجذبين ينتظرون المطر فلما رأوا الريح مقبلة ما اتعظوا ولا خافوا مع أنهم كذبوا رسول الله هودا عليه السلام ما خافوا قالوا هذا عارض ممطرنا ما يزالون في غيهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الحاصل أنهم ما يتعظون ولو رأوا العذاب بأعينهم يفسرونه بغير الحقيقة لأن قلوبهم متجمدة قلوبهم قاسية ما تلين ولو رأت العذاب. وهذا واقع في وقتنا هذا إذا حصلت النكبات والمثلات فسروها بغير تفسيرها ولا يتعظون ويخافون من الله سبحانه وتعالى أبدا إنما يتعظ أهل الإيمان ويخافون الله عز وجل. أما هؤلاء فلقسوة قلوبهم لو رأوا السماء تتقطع وتنزل عليهم ما اتعظوا لأن الله أعمى قلوبهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. قال الله جل وعلا لنبيه فذرهم اتركهم وامضي في دعوتك ولا تلتفت إليهم فقد بلغتهم ولا يحزنك أمرهم أبدا لا يحزنك أمرهم فذرهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم أي اتركهم وامض في دعوتك ولا تلتفت إليهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يحل بهم الهلاك ويأتيهم اليوم الذي يصعقون فيه وهو يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وفي الآية الأخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. من يفسرها الآن يقول الجبال لأن الأرض تدور وتمشي كأنها سحاب؟ هذا تحريف لكلام الله عز وجل. هذا لا يبعد أن يكون مثل قول هؤلاء سحاب مركوم ما يستعظون ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون على الله ما لا يعلمون ويفسرون كلامه بالباطل، نسأل الله العافية. ويقولون هذا من إعجاز القرآن العلمي، هذا من عجزكم ما هو من إعجاز القرآن، هذا من عجزكم عن العلم. الآية ما هي في دوران الأرض، الآية فيما يحصل يوم القيامة ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخل وترى الجبال تحسبها يعني حين ذاك ترى الجبال تحسبها جامدة راسية وهي تمر لأنها تذوب تصير هباء منبثا، فتراها وتكون كالعهن المنفوش. هذا في وقت قيام الساعة حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. في هذا اليوم ما ينجي منه شيء، لا مال ولا أهل ولا قبيلة ولا ملك ولا سلاح ولا عدة ولا طائرات ولا مدرعات ولا ولا ولا، ما ينجي من هذا اليوم شيء. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم. أن يستنجدوا بدول أو بجماعة أو بقبائل ما أحد ينجدهم من هذا، ولا هم ينصرون، فهم لا يمتنعون بقوتهم ولا أحد ينصرهم، لا أحد ينصرهم في هذا اليوم. وما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون ما يحصل يوم القيامة، عذاب في الدنيا، عذاب قريب في الدنيا. قيل هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقتلهم، وقيل المراد به عذاب القبر كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولا مانع أن يكون ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في القبر، هذا كله دون العذاب الأدنى، وهذا دون العذاب الأكبر الذي يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، عذابا دون ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو كليهما، وهذا هو الصحيح أنه في كليهما، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العلم الذي ينفعهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون الاختراعات والكنوز وما في بطن الأرض من المعادن والصناعات، يعلمونها، هذا كله من أمور الدنيا وهو فاني ومنقطع. إنما العلم الذي ينفع هو علم الآخرة، علم الشرع، هذا هو العلم الذي ينفع وينجي في يوم القيامة. ولكن أكثرهم لا يعلمون،
ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك، اصبر واستمر على الدعوة ولا تلن ولا تخف منهم، لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم، امضي في سبيلك واصبر. في الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر لحكم ربك أي لأمره سبحانه وقضائه وقدره. فإنك بأعيننا، بمرأ منا، بمرأ منا، نحن نراك ونحن معك، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فإنك بأعيننا نراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فإنك بأعيننا، بمرأى منا وبحفظ منا وكلاءة منا. شوف كلهم على مكرهم وكيدهم وشرهم ما استطاعوا أن ينالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، وهو بشر واحد وهم أمم، ما استطاعوا، لأنه بحفظ الله عز وجل. فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك، استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة منهم، استعن عليه بذكر الله. وهذا إرشاد لكل مسلم أنه إذا وقع في شدة أو في كيد من عدوه فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل، وسبح بحمد ربك، نزهه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وهذا من أسباب النصر، ومن أسباب تثبيت القلب، تثبيت القلب عند النوازل وعند الأذى. سبح بحمد ربك، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك متى؟ حين تقوم، حين تقوم. قيل المراد حين تقوم في الصلاة، وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة، تقول سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حين تقوم يعني في الصلاة فريضة أو نافلة، فتستفتحها بذكر الله. وقيل حين تقوم من النوم، حين تستيقظ من النوم، فينبغي للمسلم إذا استيقظ من النوم أن يذكر الله عز وجل، أن يذكر الله إذا استيقظ من النوم، سواء أراد القيام للصلاة أو أراد أنه ينقلب إلى جنب آخر، فإنه يذكر الله عندما يستيقظ من النوم. وقيل حين تقوم، سبح بحمد ربك حين تقوم يعني من المجلس. فإذا كنت في مجلس وأردت أن تقوم فإنك تأتي بكفارة المجلس، فتقول سبحان الله وبحمده، أشهد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه خاتمة المجلس. والأقوال الثلاثة كلها والله أعلم مرادة: حين تقوم في الصلاة، حين تقوم من النوم، حين تقوم من المجلس، سبح بحمد ربك في هذه المواطن كلها. ثم قال جل وعلا: ومن الليل فسبحه، هذا المراد به صلاة الليل، هذا يعينك على مشاق الحياة، يعينك على مشاق الحياة وعلى مكابدة الأعداء قيام الليل. ومن الليل فسبحه، ما قال سبح الليل كله، قال من الليل يعني بعض الليل. ومن الليل فسبحه، صل في الليل في أوله، في وسطه، في آخره، والأفضل في آخر الليل، في آخر الليل هذا هو الأفضل. ومن الليل فسبحه
وإدبار النجوم، إدبار النجوم وقت الفجر حينما تقرب النجوم من الغروب عند الفجر. سبح بحمد ربك، قال والمراد راتبة الفجر، المراد لذلك راتبة الفجر، الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، هذه عند إدبار النجوم. فجعل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت كل مسلم مشغولا لذكر الله عز وجل والتسبيح والصلاة، هكذا ينبغي للمسلم أن يكون على صلة بربه عز وجل، لا تنقطع صلته بالله، لا سيما في وقت الشدائد فإنه يتصل بالله عز وجل حتى ينصره الله ويعينه الله عز وجل، ولا يكن من الذين إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فلا يستعيذون ولا يذكرون الله ولا يرجعون إلى الله عز وجل. المسلم عند الشدائد يرجع إلى الله، وأما الكافر عند الشدة لا يزيده إلا بعدا عن الله عز وجل، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على آخر هذه السورة العظيمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حين نسب الكفار الملائكة بأنهم بنات الله، هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ وما سبب نسبة هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ لا، هذا من باب تنقص الله عز وجل، كيف يكون من باب تعظيم الله؟ بل هو من تنقص الله عز وجل. نعم. يقول: وما سبب نسبة البنات دون البنين؟ هذا سببه الكفر بالله عز وجل، سببه الكفر وعدم تعظيم الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خرجت في الآونة الأخيرة في الجوالات يقول خرجت في الآونة الأخيرة كتابة المصحف كاملا في الجوالات، بحيث يستطيع الشخص أن يقرأ منه القرآن كله، والسؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ منه وهي حائض؟ الحائض لا تقرأ القرآن لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الحائض والجنوب لا يقرؤون القرآن لا من المصحف ولا من الجوال ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر. وكون القرآن يخزن في الجوال هذا من إقامة الحجة على العباد، من إقامة الحجة على العباد، ما أحد يقول أنا ما دريت يا رب، فهذا والله من إقامة الحجة ومن بلوغ القرآن إلى كل أحد، وهو في نفس الأمر نعمة من الله لمن أراد الله له السعادة في أن القرآن مصاحبا له يقرأ منه في أي مكان وفي أي زمان، فهذا نعمة من الله عز وجل، هو نعمة وهو في نفس الوقت إقامة حجة على العباد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الأطفال الموتى أنهم يبعث لهم رسول فيمتحنون، فكيف نجمع بين ذلك وبين الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل؟ هذا في الدنيا، آخر الرسل في الدنيا، والدنيا غير الآخرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله آت محمد المحسن نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإدبار النجوم ما وجه فتح إدبار وهل هي معطوفة يقول ما وجه فتح إدبار كيف فتح إدبار إدبار مكسورة إدبار النجوم هذا كأدبار السجود أدبار السجود في سورة قاف هي المفتوحة نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا والله خير الماكرين فيه أن الله تعالى يمكر فهل هذا دليل على أن صفة المكر ليست صفة سيئة على إطلاقها المكر هو إيصال العقوبة على وجه لا يشعر به الإنسان هو إيصال العقوبة والمكروه إلى الإنسان بحيث لا يشعر بذلك فإن كان هذا بحق فهو مكر محمود وهذا هو المنسوب إلى الله عز وجل وإن كان ذلك بالباطل فهذا مكر مذموم وهذا هو المكر المنهي عنه نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما يأتي به الجن إلى الكاهن من خبر السماء يقال له غيبا مقيدا عن أهل الأرض يقال له إيش غيبا مقيدا مقيدا نعم أو مغيبا يقول غيبا مقيدا هذا الذي يأتي به الشيطان ما هو بالجن الشيطان الذي يأتي به الشيطان من استراق السمع لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا في العنان يعني في السحاب حتى يستمعوا قول الملائكة ثم يأتي الشهاب الذي يرميهم الله به فقد يدركه الشهاب ويحرقه وقد يلقي الكلمة على رأيه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة الكاهن يكذب مع الكلمة الواحدة التي سمعت من الملائكة 100 كذبة فيصدقه الناس في كل ما يقول بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل مسألة حل السحر بالسحر مسألة خلافية وأن علماء الحنابلة أفتوا بها ومن حرمها إنما حرمها لسد الذريعة وللمصلحة يا أخوان الخلاف ما هو محصور الخلاف يقع لكن الكلام فيما يدل عليه الدليل فإذا اختلف العلماء فإننا لا ننظر إلى مجرد اختلافهم ونقول هذا دليل على سعة الأمر ودليل على أنك مخير تأخذ من الأقوال ما تشاء هذا من قول أتباع الهوى الذين يتبعون ما تهواه أنفسهم فيأخذون من الأقوال ما يوافق أهواءهم الواجب إذا اختلف العلماء أن نرد خلافهم إلى الدليل إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفه فهو خطأ لا نعتبره ولا نأخذ به أبدا وهو خلاف الدليل قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ما نبقى على اختلافنا ونقول كل واحد يأخذ ما يصلح له من أقوال أهل العلم، هذا قول أهل الباطل وأهل الهوى. فلنقول نرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما شهد له الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف فهو خطأ. نعتذر لصاحبه ولا نأخذ به. نعم. ومن ذلك قضية حل السحر، إن قدر أن أحد خالف فيها من العلماء فمخالفته خطأ، لأن خلاف الأدلة من الكتاب والسنة فهو خطأ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة على مسألة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول: ما وجه استدلال الشيخ بهذه الآية؟ أحد هذا عام للملائكة وللرسل وللأولياء والصالحين ولكل مخلوق. كلمة أحد نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وفي قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. نعم، عموم الآية. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الأفكار والمذاهب لم تمت بعد موت أصحابها، مثل فكرة الخوارج وجماعة التبليغ، فهل هذا يدل على صحة مذهبهم؟ ماتت، ليس عليها أحد إلا شواذ. هم معناها أن تموت أن تنقطع ولا تذكر، هي موجودة في الكتب وكتب الخلاف، لكن المعنى أنها ليس من يقوم بها، وإن قام بها أحد فإنه يفشل، إن قام بها أحد فإنه يفشل، بخلاف كلمة الحق فإنه من قام بها فإنه ينتصر بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن الأرض تدور والشمس ثابتة أو العكس، علما بأن هذا يدرس في المدارس؟ الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هذه أمور كونية لا نحيط بها، لا بأقطار السماوات والأرض ولا أعماق البحار، ولا فيها أشياء ما اكتشفت إلى الآن، فيها أشياء ما وصلوا إليها إلى الآن، مغيبات لا يعلمها إلا الله، ولا تكتشف إلا في وقتها الذي حدده الله لها، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فلا نستعجل الأمور ولا نحكم على الغيب وما لا نعلمه. ظاهر القرآن أن الشمس تدور وأن الأرض مستقرة وثابتة، والشمس هي التي تدور عليها، وجميع الأفلاك الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن. أما نظريات الفلكيين هذه لا يعتمد عليها، والواجب على الإنسان أنه يمسك عن هذه الأمور ولا يدخل فيها، وكونها تدرس في المدارس للاطلاع فقط، ما هو بالأجل أن تعتقدها أو تجزم بصحتها، فأنت تدرسها للاطلاع فقط، وأن هذا شيء قيل لكن أنت لا تصدق به ولا تعتقده. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية؟ زاد المسير لابن الجوزي. هذا طيب، زاد المسير ملخص للتفاسير، ويقول أني لخصته لأجل أن يحفظ، وعشرة مجلدات، إن كان فيكم همة هو لخصه لكم لتحفظوه، 10 مجلدات، أتى بأقوال مجردة، الأقوال في الآية
قيل كذا قيل كذا قيل كذا من أجل أن تلم بأقوال المفسرين. يقول أحسن عليكم فتح القدير للشوكاني طيب في الجملة، وهو ينقل أحيانا عن المعتزلة وعن غيرهم أقوالا باطلة في الأسماء والصفات تأويلات ولا يعقب عليها رحمه الله، فعلى خطأ بلا شك. نعم، اللي يقرأه يظن أن الشوكاني يرى هذا الرأي، فالخطأ جاء من أنه لم يعقب عليها. نعم، يقول أنه ساقها ولم يعقب عليها فيظن أن هذا رأيه. نعم، تفسير الجلالين. الجلالين من تفاسير الأشاعرة في الأسماء والصفات، ولكنه في الجملة طيب، وكان مقررا في المعاهد العلمية على وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأناه حفظنا المقرر منه، وهو كتاب جيد، لكن في الأسماء والصفات هو على مذهب الأشاعرة. نعم، يقول أحسن عليكم صفوة التفاسير للصابوني هذا مجمع، هذا مجمع ما هو بصفة، أنا أسميه حفوة التفاسير، ما هو بصفوة التفاسير، ما هو الصفوة، بل هو كدر فيها أقوال شنيعة. نعم، فتح البيان للصديق حسن خان لا بأس به في الجملة. نعم، صفوة له فتح البيان، فتح البيان للصديق حسن خان القنوجي كذلك، هو يجمع، هو قريب من الشوكاني، هو قريب من الشوكاني، بل إنه متأثر بالشوكاني لأنهما متعاصران، فهو متأثر بمؤلفات الشوكاني. نعم، السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل تقدم معنا أنك إذا رأيت الرجل يحب علماء الحديث والسنة فإنه صاحب سنة، فهل ينطبق هذا في علمائنا السائرين على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن من أحبهم فهو صاحب سنة ومن تنقصهم فهو صاحب هوى؟ من أحب أهل السنة في أي وقت فهذه علامة خير، ومن أبغضهم فهي علامة شر في أي وقت. نعم، السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما رأي سماحتكم في تسمية الزلازل والبراكين وغيرها من أنواع العذاب بالحوادث الطبيعية؟ لا يجوز هذا، الكوارث الطبيعية يقولون ينسبونها للطبيعة، هذا مثل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، ما يتعظون بذلك ويقولون هذا من الله وعقوبة من الله تذكير للعباد، بل إنهم لما حصل ما حصل من الزلزال الهائل اللي ايش يسمونه اللي هاج على الناس تسونامي، لما تكلم أحد المشايخ على التذكير بذلك والموعظة سخروا منه واستهزأوا به الجرائد والصحف، وقالوا هذا مغفل، هذه أمور طبيعية، يقولون هذه أمور طبيعية ما هي تدل على غضب الله ولا على عذاب من الله، ليست عذابا من الله إنما هي طبيعية، هذا قول الكفار سواء. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصم رمضان، علما بأن أولادها كلهم قصر. نعم، امرأة يقول صلى الله عليكم امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصم رمضان، علما بأن أولادها كلهم قصر، حتى ولو كانوا بالغين ليس عليها شيء، لأنها افطرت لعذر ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء. نعم، أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم قول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى؟ قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى، ما أظن مسلم بيقول هالكلام، هذا الرسول أخطأ، ما أظن مسلم يقول هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انه اراد ان يعزل الضعفاء عن مجالس اشراف قريش قصده الدعوه الى الله يستميل هؤلاء الاشراف، الله نهاه عن ذلك، الله نهاه عن ذلك وقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الرسول ما طردهم، ولكنه أراد أن يجعل لهم مجلس ولهؤلاء مجلس، ولا ما طردهم عليه الصلاة والسلام، فالله نهاه عن ذلك. فاللي يقول أن الرسول أخطأ أو أن الرسول رد الأعمى وقرب، حتى أن واحد من فساق الأدباء لما جاء إلى بعض الملوك واستقبله وهو أعمى، واحد أعمى من الأدباء المشهورين المعاصرين، لما جاء إلى أحد الملوك واستقبله وبش به قال أنت خير من محمد، أنت بششت بالأعمى ومحمد عبس في وجه الأعمى، فسأل الله العافية. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو سبب عدم قبول توبة الذين استهزأوا بالصحابة في معركة تبوك، مع أن الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه؟ ما قيل أنه لا تقبل توبتهم، رد اعتذارهم فقط، لأنه ما بصحيح اعتذارهم، اعتذروا اعتذارا ليس بصحيح فالله رده، أما لو تابوا تاب الله عليه، توبة تقبل من كل أحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: أنا مرضت مرضا شديدا بشبهة. نعم. يقول أحسن الله عليه وسلم: ما قالوا أخطأنا ونتوب إلى الله، يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يقول إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وما قالوا والله ندمنا وحنا أخطينا واعترفوا بالخطأ وتابوا إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مرضت مرضا شديدا بالشبهات، ويأتيني الشيطان ولم أستعذ بالله منه، لدرجة أني أحس أحيانا بأني أكفر بالله، فما توجيهكم لي؟ هذا وسواس، اتركه، اترك الوسواس ولا يضرك إن شاء الله. الذي يدور في النفس لا يضر ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن نفسي أو أحج عن والدي المتوفى والذي قد سبق له الحج؟ إذا كنت حججت عن نفسك حجة الإسلام فالمناسب أنك تؤدي الحجة نافلة عن نفسك أول شيء، بعد الفريضة، نافلة بعد الفريضة، ثم بعد ذلك تحج عن أبيك. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت الفجر اليوم في جماعة، فلما قام الإمام من السجدة الأولى في الركعة الثانية قمت معه، فلما سجد السجدة الثانية لم أسجد معه لأني نمت، فما شعرت بنفسي إلا والإمام يسلم، فماذا علي؟ الواجب عليك أنك سجدت وآتيت بالتشهد الأخير وسلمت ولو بعد الإمام، لا بأس بذلك، أنك لما استيقظت سجدت السجدة الثانية وأتيت بالتشهد الأخير وسلمت، صلاتك صحيحة والحمد لله. أما إن كان أنك ما فعلت هذا فأنت تعيد الصلاة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سهى الإمام وقام عن التشهد الأول، وبعض المصلين لم يعلموا إلا بعد أن كبر راكعا، فمنهم من قام وركع من غير قراءة الفاتحة، ومنهم من سلم من الصلاة وبدأ من جديد، فما هو الأصح بفعل الفريقين؟ الذي بدأ الصلاة من جديد هذا غلط، هذا غلط. كان الواجب عليهم إلا ما لم يدركوا الركوع مع الإمام أنهم أتوا بركعة بدل الركعة التي لم يركعوها مع الإمام، أما الذين قاموا وركعوا مع الإمام فصلاتهم صحيحة ويسقط عنهم قراءة الفاتحة. نعم. كنت أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.